طيب جماعة، بداية السلام عليكم. في الموضوع الثاني بخصوص الاستعلام من قواعد البيانات، طبعا اللي هي بنسميها Data Manipulation Language، هي لغة معالجة البيانات، وهي اختصار ل Data Manipulation Language، لغة معالجة البيانات. طبعا تحت التصنيف هذا أو تحت النوع الثاني من الـ SQL حيكون موجود عندنا حاجة بنسميها السلكت، اللي هي راح ندرسها اليوم هذه كلها. بعدين في عندي عملية الانسير، في عندي عملية الابديت، في عندي عملية الديليت. طبعا السلكت اللي هي عملية استعراض البيانات، يعني البيانات المخزنة عندي في قاعدة البيانات الجداول بدي استعرضها. لأنه الآن بعد ما أنا أنشأت الجداول وخزنت البيانات فيها، المفترض اني استفيد من هذه البيانات من خلال عمل تقارير، مثلا عمل استعراض للبيانات حسب الشكل اللي انا بشوفه مناسب. بعدين حشوف اللي هي الانسيرت، الاضافه، التعديل، حذف البيانات. الان الشكل العام او التركيبه العامه تبع السنتكس العام تبع السلكت او عمليه استرجاع البيانات. نعمل شباب سكروا المايكات عندكم. شباب هاي. طيب الآن الفقرات الأساسية تبعت السلكت ستيتمنت تتكون، أول فقرة بنسميها السلكت، الفقرة الثانية بنسميها الفروم، الفقرة الثالثة بنسميها الوير، اللي بعدها الجروب باي، الهافينج، الأوردر. لازم يكونوا بهذا الترتيب. الجمل هذه لازم نحفظها إحنا، هذه الكلمات، لأنها كلمات مفتاحية وكلمات محجوزة. طيب نيجي لأول فقرة السلكت. السلكت عادة شو بيكون فيها؟ بيكون فيها أسماء الحقول اللي بدك تختارها من الجدول أو من جدولين أو من ثلاثة أو من أربعة. الفروم بدنا نحدد الحقول هذه من وين جاية؟ هل هي من الجدول الأول، من الجدول الثاني، من الجدول الثالث؟ نحدد أسماء الجداول. الوير هنا بيجي بيقول لي أنت بدك تحط الكونديشنز أو الفلترز تبعونه، يعني مثلا أنا ما بديش استعرض كل الطلاب، بدي استعرض كل الطلاب مثلا اللي ساكنين في غزه، بدي اجيب كل الطلاب اللي معدلاتهم فوق ال 90 مثلا. يبقى انا حطيت فلتر هنا، حطيت ايش؟ فلتره للبيانات حسب شرط معين او مجموعه من الشروط. الجروب باي بدي اصنف البيانات، يعني اقول اعطيني عدد الطلاب في غزه، عدد الطلاب في الشمال، عدد الطلاب في الجنوب وهكذا. يبقى انا عملت تصنيف، انا جروب باي بنعمله بالمجموعات. ماشي يا جماعه؟ الهافينج الان بتحط شرط على مين يا جماعه؟ على الجروب باي. بنحط شرط على الجروب باي. الاوردر باي رتب لي الناتج، مثلا رتب حسب الحروف، الاسم الاول ابجديا، رتب حسب المعدل تصاعديا او تناسبيا. الان حنشوف كل واحده من هذول كيف بتشتغل. طبعا ممكن يجي يقول لك شو الترتيب تبعهم، الترتيب المنطقي تبعهم لهذه الفقرات في جمله السلكت. زي ما حكينا لازم تيجي السلكت في الاول، ما بينفع احط الفروم وبعدين اجيب السلكت. يبقى السلكت في الاول الفروم والوير والجروب باي والهافينج والاوردر باي. لكن الان بيجي بيقول لي كيف يتم تنفيذهم في قاعده البيانات. كيف بيتم تنفيذهم في قاعده البيانات؟ عملية التنفيذ بتتم أول حاجة، ما بروح بتطلع في الأعمدة، بتطلع في مين أول جملة؟ الفروم. يعني بيجي بيقول لي أنا من وين أجيب البيانات هذه؟ من أي جدول؟ بيجي بنطلع على الجداول، أسماء الجداول في الأول. بعدين بروح بتطلع على الفلتر أو الشروط اللي أنت حاططها، الكونديشنز. بعدين بروح بصنفها، بصنف الأعمدة هذه حسب التصنيف اللي أنت ضايفه. وبعدين بعمل هافينج اللي هي فلتر على مين؟ بعمل فلترة على الجروب باي، على المجموعات اللي احنا جاب لي اياها.
واخر حاجه ايش بسوي هنا الان؟ بروح بتطلع في السلك بقول لي ايش الاعمده اللي انت مختارها. يعني مش كل الحقول اللي موجوده في الجدول، يمكن انا بدي اعرض بس عمود او عمودين او ثلاثه. اخر حاجه بنفذها اللي هي مين يا جماعه؟ الاوردر باي. اخر جمله تنفذ اللي هي الاوردر باي منطقيا هذا، او كيف الداتابيز هو بيشتغل. ناخذ مثال، بيجي بقول لك استعلم. استعلم يعني استعرض او عرض لكل البيانات عن جميع الأعمدة والحقول. الأعمدة هي الحقول نفسها في الجدول اسمه المنتجات. طيب الآن لما يجي يقول لك كلمة جميع، هل أروح أكتب العمود الأول والثاني والثالث والرابع؟ لا، بيجي بيقول لي هنا في عندنا حل ثاني أفضل. إيش هو؟ بيقول لي بدل ما تكتب انت جميع الأعمدة بالترتيب، يعني الـ first name فاصلة الـ last name فاصلة الـ date of birth فاصلة الـ GPA مثلا فاصلة وهكذا، بقولي لا، بما انك انت بدك جميع الأعمدة بقولي نحط نجمة. لما بقول select نجمة شو معناته؟ اختار جميع الأعمدة from مين؟ اسم الجدول. يبقى انا قلت له ايش هنا؟ استعرض جميع الأعمدة من وين؟ from جدول اسمه products، في جدول اسمه المنتجات. ايش هذا الجدول في المنتجات؟ بحط مثلا انا كان في عندي سوبر ماركت او ببيع مجموعة من المنتجات، بدي استعرض جميع المنتجات ايش موجود عندك، مثلا في كولا، في شيبس، في حليب، في لبن، في اي حاجة موجودة عندي. فعاد هو الناتج تبعك كيف راح يكون لما تنفذ الجملة هذه؟ راح يجيب لك طبعا هذا رقم مسلسل مالناش دعوه فيه، يعني الاس كيو ال سيرفر الخاص بيعطيك اياه عشان تعرف كم سجل رجع عندك. الان هذا هي اسم العمود فوق بجيب لك اياه، ايش قال لك؟ برودكت اي دي، رقم المنتج 1 2 3 ارقامهم فعليا في الداتابيز. بعدين في عندك جاب لك العمود الثاني البرودكت نيم، كل اسم صنف عرض لك اياه. بعدين في عندك اللي هو السبلاير، مين المزود، الكاتيجوري، تروح بعرض لك كل البيانات اللي موجوده عندك. لما اقول لك استعرض جميع الاعمده او جميع الحقول، انا ريحتك. ايش معناته؟ بتحط سلكت نجمه وتريح راسك. ماشي يا جماعه؟ طيب بنعمل فلتر على الاعمده. انا ما بديش كل الاعمده، يعني ما بديش استعمل نجمه، لانه هذا احيانا يعتبر مكلف بالنسبه لي. لما انت ترجع كل البيانات، هي البيانات اساسا وين ترجع؟ وين بخزنها اساسا؟ بخزنها في الذاكرة الرئيسية تبعت الجهاز. بعد انت لما تصير تستعرض بيانات بدك اياها وبدكاش اياها، يعني مش مفيد دائما. بعد احنا دائما بننصح انه استعرض فقط البيانات اللي بدك تستخدمها، بدك تستعملها. زي مين؟ يعني مثلا هنا بقول لك استعلم عن رقم المنتج، هي اول حقل، واسم المنتج، هي الحقل الثاني، والسعر، هي الحقل الثالث. يبقى كم حقل هو بده؟ بس ثلاثة. يبقى فقرة السلكت هذه لازم يكون فيها ايش يا جماعة؟ بس ثلاث حقول من جدول المنتجات from products. يبقى الجملة تبعتي حتكون select، يعني اختار العمود اللي اسمه product ID اللي هو هذا رقم المنتج، بعدين product name اللي هو اسم المنتج، وبعدين unit price اللي هو السعر. من وين؟ from، هي حكي لك هو من جدول المنتجات. لاحظ هنا، هل عرض كل الأعمدة تحت الجدول؟ لا، بس عرض العمود الأول، الثاني، الثالث. هي العمود الأول Product ID، Name، Unit Price تبع مين؟ تبع المنتجات. واضح لحد الآن؟ شباب واضح لحد الآن؟ اي حدا عنده اي سؤال يا جماعه اكتبوا لي على الشات افضل. طيب ممتاز. الان في اعمده بدنا نستدعيها ولكن غير مخزنه في قاعده البيانات. كيف يعني؟ بدي اجي اقول لك احسب لي ربع السعر.
كيف يعني ربع السعر؟ يعني الصنف مثلا سعره 10 شيكل، بدنا نحسب لو عملنا تخفيض على ربع السعر، يعني قد ايش بيصير السعر يا جماعه؟ نقول 10 ناقص الربع، ربع ال10 قد ايش؟ هو 2.5. يعني المفترض يصير عندي قد ايش سعر المنتج؟ 7.5. طب كيف نحسب الشغله هذه؟ يعني الان مدير الشركه بقول لك اعطيني تقرير، لو احنا بدنا نعمل حمله تخفيضات يعني نزل لي من كل سعر المنتج 25% الربع، انت شو بتسوي؟ تيجي بتقول طبعا هاي الفكره الجديده هي حيكون بدي عمود اسمه اليونت برايس ضرب 25%، يعني اعطيني بس 25% من سعره. طب هل العمود هذا مخزن؟ اليونت برايس موجود بس ضرب 25 اصبح هذا العمود كله بنسميه عمود محوسب، عمليات حسابيه في الاعمده. يعني مثلا طلع كيف بيقول لك مثال، استعلم او استعرض عن رقم المنتج، اسم المنتج، سعر المنتج، وسعر المنتج مضروب في 25%. ليش؟ بيشوف نسبة 25% من سعره بس، فلو بيفكر هو ايش؟ يعمل تخفيض. الآن لاحظ هنا لما طبعا from products من جدول المنتجات، طبعا لاحظ قال لك select product ID as number، هنحكي عنها الآن، فاصلة product name unit price اليونت ان ستوك، يعني الكميه في المخزن هذا السعر، وبعدين قال لك فاصله حط لي اليونت برايس اضربه في 25%، هذه 25%. الان عرض طلعوا كيف يا جماعه؟ ايش قصه الاز نمبر هذه؟ الان انا ما بديش طلعوا ايش هنا في الناتج، برودكت اي دي كتب اسمه برودكت اي دي، انا بدي اغير الاسماء اللي موجوده هنا، بقول لي اكتب وراها كلمه از حط الاسم الجديد بالتكليف، بس ممنوع يكون في فراغات. ماشي يا جماعه؟ يعني البرودكت اي دي بده يصير اسميه نمبر. الان طلع العمود هذا شو صار اسمه؟ صار اسمه نمبر، وعرض لك البيانات. البرودكت نيم، اليونت برايس، اليونت ان ستوك، يعني كم قطعه موجوده عندي في المخزن. العمود الاخير ملوش اسم، لاحظ؟ قال لك نو كولوم نيم. وراح حسب لك الان ال 18.36 قديش الربع تبعها؟ بيطلع حوالي 4.5 تقريبا، و 4.59. ماشي يا جماعة؟ ال 19.38 قديش الربع تبعها؟ بطلع 4.8 على سبيل المثال. هاي ال 10 قديش طلعت يا جماعة؟ 10.20 طلعت 10.2 تقريبا. واضح؟ طيب لو العمود هذا بدي أغير اسمه، بدل ما يطلع زي هيك بدي أغير اسمه، إيش بنعمل له؟ بنعمل له حاجة زي هيك، نعمل له as، نحط كلمة as ونكتب الاسم اللي بدنا اياه. يعني تطلع كيف هذا. الآن كلمة الـ as هذه ايش بنسميها؟ الاسم البديل. بنسميها الـ alias name. بنسميها الـ alias name. يعني اسم بديل في جملة الاستعلام. يعني أنا ما بدي الاسم الحقيقي تبع الحق اللي يظهر هذا، بنحط أسماء ثانية ممكن بتكون مفهومة أكثر لإلنا. أو الشخص اللي بدي أعطيه له التقرير. طيب حكينا انه انا ممكن اغير اسماء الاعمده الحقيقيه، مثل مثلا ممكن الاسماء هذه ما تكونش مفهومه لمدير الشركه او للمدير اللي طلب منك التقرير، احط اسماء بشكل واضح. بعد انا ممكن اغير الاسماء هذه من خلال انه اكتب as، اكتب الاسم الجديد تبعها او الاسم البديل. طبعا هل انا غيرت في الاسم الحقيقي اللي موجود في الجدول؟ طبعا لا، ما غيرتش. واضح يا جماعه؟ لم يتم التغيير، فقط في عمليه عرض التقرير. ايوه زي ما هو هنا، فقط تغير
يعني هنا اليونت برايس ضرب 25% از برايس، طلع شو صار اسمها هنا، صار اسمها از برايس. طبعا هذه بنعملها مع كلمه از. طيب نيجي لفلتره الصفوف. فلتره الصفوف يعني انا ما بديش استعرض كل البيانات. لاحظ في كل مره مثلا كان يستعرض عندي ممكن 50 صنف، 100 صنف، 300 صنف، انا بديش كل الصفوف. ايش بقول لك انا؟ استعلم عن المنتجات التي سعرها اكبر من 50. طب ايش يعني سعرها؟ يعني اليونت برايس. طيب طب هانا قال لك ايش؟ شرط. الشرط وين بنحط يا جماعه؟ مع الفروم. السلكت، فقره السلكت او السطر تبع السلكت بنحط فيه بس اسماء الاعمده، وبتفصل بيناتهم فواصل اللي هي الكوما. الفروم بقول له الاعمده هذه اللي هي هذه من وين جايه؟ من جدول البرودكت. الان في عندك اي شرط بدك تضيفه بتحطه وين؟ ورا الوير. مع كلمة وير ايش قال لك؟ هو المنتج سعره اكبر من، يبقى اليونت برايس اكبر من 50. اليونت برايس اكبر من 50. في الحالة هذه لو جينا طلعنا على اليونت برايس، طلع هنا على العمود هذا قديش سعره؟ 98، 64، 82، 126، 56، 54، 50. طب انت بتقول لي اكبر من 50، هذا سعره قديش يا شباب؟ هذا 50.286، يعني هذا اكبر من 50 في فواصل عشريه. واضح يا شباب؟ طيب الان بيجي بحكي لي لو انا بدي اضيف اكثر من شرط، بضيف شرط 2 3، بيقول لي في عندك شغلتين بدك تستعملهم في الوير. شو هم؟ في عندك حاجه بنسميها الاند و، وحاجه بنسميها الاور او. يعني مثلا اجي اقول لك الاستعلام على المنتجات التي سعرها اكبر من 50 واقل من 100، شو معناته؟ اعطيني كل الاصناف المحصوره من 50 ل 100. طب فوق ال 100 سعرها 101، 150، 200، 300، بديش اياها. طب اللي اقل من 50 يا جماعه اللي سعرها شيكل 2 3 30 40 45، كل هذه ما بديش اياها. انا بس بدي المحصوره ابتداء من 50 و أقل من مين؟ التمانية. أقل من المية. في الحالة هذه بنستعمل الآن، طالما قال لك و يعني آن. طلع كيف هنا؟ طبعاً هل هو حدد شو الأعمدة اللي بده إياها؟ ما حددش، خلص وريحك، يبقى بتعمل سيلكت نجمة. سيلكت نجمة فروم برودكتس. إيش يعني فروم برودكتس؟ يعني من جدول المنتجات. وير؟ الآن في فلتر، لأنه هذا حاطط شرط التي سعرها، يعني في شرط اليونت برايس اكبر من 50 اند اليونت برايس نفسه اقل من 50. واضح يا جماعه بالطريقه هذه؟ طيب لو عدلنا المثال وقلنا الاستعلام على المنتجات التي سعرها اكبر من 50 طبعا، او سعرها 100 او اقل من 50، هنا في كلمه اكبر وهنا في كلمه اقل، بس غيرنا كلمه و الى او. ايش اصبح انا عندي يا جماعه؟ استعمل او، استعمل او. الحاله هذه سلكت نجمه فروم برودكتس وير اليونت برايس اكبر من 50 او اليونت برايس اقل من 50. يبقى انا من خلال او والان استطعت اني ادمج بين اكثر من شرط او اكثر من فلتر في جمله الوير. طبعا انا ممكن اضيف فلتر 2 3 4 5 قد ما تدمجهم من خلال مين؟ مع بعض، من خلال كلمة الاند والاند، من خلال كلمة الاند والاند. طيب هو متبقي 10 دقائق للميتنج. لو انا بدي ادمج الحقول كيف يعني؟ بيقول لي لو انت في جدول، في الجدول تبعك مخزن الاسم الاول، اسم الشخص في عمود، واسم العائله في عمود ثاني. طب انا بدي اياهم في التقرير يكونوا جنب بعض،
يعني بيجي بيقول نستعرض اسم الموظف الاول والاخير في عمود واحد. شو بنعمل؟ نستعمل عمليه الزائد. هذه بنسميها ايش؟ عمليه دمج الحقول. الان لو حطيت الفيرست نيم زائد مباشره اللاست نيم، شو راح يعطيني؟ بيطلعوا ملزقين في بعض. كيف بدي احط فاصله بيناتهم او مسافه فاضيه؟ الفيرست نيم زائد بين سنجل كوتيشن حط لي فراغ زائد ادمج لي اللاست نيم، وهدول كلهم اعطيهم ايش؟ اسم، يعني غير اسمهم للنيم. يعني طلع كيف صار النيم، هذا اسمها نانسي ديفيليو اندريو فوليار مثلا، وهكذا. فروم امبلويز، من وين اجوا هذول؟ من جد الامبلويز. واضح يا جماعه؟ طيب راح اسمح لكم الان تعملوا اي سؤال. شباب الو الو دكتور، في اي سؤال لحد الان في عمليه الوير، في عمليه الدمج هذولا؟ الو شباب، لانه عدوا الفيديو خلص عندي انا هنا، لانهم بيسمحوا لنا بس ب 40 دقيقه. شباب في اي سؤال، في اي استفسار؟ طيب حاولوا تطبقوا هذولا، حاولوا تطبقوا هذولا، وبعد بكره حنكمل فيها، حنعمل كمان محاضره ماشي عشان العدد. طب دكتور نعم تفضل. ينفعش لو عملت بس على الفيس احسن؟ لان اغلب الشباب مش عارفين يدخلوا هنا. طب هو على الفيس كيف بدك تشوفوا معي؟ كيف بدي اعمل شير لسطح المكتب؟ في امكانيه نعمل شير لسطح؟ والله ما انا عارف، لان اغلب الشباب مش داخلين هنا. ما انا شايف 8، انا في عندي انا 3 يعني 60 طالب. انا وين راحوا الباقيين؟ اكثر من 60 احنا اللي داخلين. 8 شفت عمال. 8 اغلب الشباب مش عارفين يفوتوا، احنا بنتعافي لما دخل قعدنا نبعكش والله. طب ماشي، مو عشان اعمل لك مشاركه لسطح المكتب وتشوف معايا ايش بتسوي. خلص ان شاء الله بحصل خير. طب علموا الشباب التانيين كيف يفوتوا عليها ماشي؟ تمام ان شاء الله. طيب انا هعمل لكم لقاء كمان كمان يومين، منيح؟ على اساس نكمل الشابتر هذا. بس حاولوا ان تجيبوا باقي الطلاب. تمام ان شاء الله. ماشي شباب، يعطيكم الموعد. هذا مناسب الساعه 11؟ لا لو تخليه 12 احسن. ماشي مو تخليه 12، انه الكل بيكون نايم الفتره هاي. نايم يعني مش صحيح من السبعه انتم؟ لا لا لا. دكتور طب بالنسبه للمشاريع، مال المشاريع؟ احنا رفعنا المرحله الاولى والثانيه ولسه ما تقيمتش يعني. مش مشكلة بشوف أنا، تخافش. لأنه أنا في عندي عدد كبير لسه مش مسلم ولا حاجة، هاي المشكلة. هو المشروع هذا كل اثنين بمشروع. كل اثنين بمشروع، ماشي بيمشي الحال. ماشي. 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 ماشي شباب، يلا يعطيكم العافية. كمان يوم نحدد كمان لقاء، بس حاولوا تتعلموا زملائكم الباقيين كيف يفوتوا على البرنامج هذا، لأنه محتاجين نعمل مشاركة. وأتمنى لكم التوفيق وربنا يحفظكم إن شاء الله. السلام عليكم. الله يسعدك. الله معك. الله يعطيك العافية.